كيراكم لاباس عليكم؟ نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحه جيده ان شاء الله. فيديو جديد في قناتي وقناتكم قناه مدام نور. حلقتنا لهذا اليوم او وصفتنا لهذا اليوم في هذا الفيديو ابنات غتكون عباره عن طاجين روعه 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 بمعنى الكلمه، وكل الناس اللي ذاقوه عندي الا وكيقولوا لي روعه روعه روعه، وانتم غادي تكتشفوه وان شاء الله غادي تجربوه وغادي تقولوا لي برافو عليك نور. اليوم البنات غادي نقدم لكم واحد الوصفه زوينه بزاف اللي هي الحمر الراس بالبصله والزبيب مخضرين بالحمص، كيجيو الروعه ديال الروعه. واخا يجيو عندكم الضياف وبغيتي ديريه ليهم غديريه وجهك حمر. واحد الوصفه غزاله وغزاله وغزاله بزاف. غادي نبقاو مع المقادير ولكن البنات بعد الفاصل ان شاء الله. نتعرفوا على المقادير معا. كيف ما قلت لكم اول المقادير هو اللحم، كنحتاجوا واحد المقدار اللي يكفيك العائله ديالك باش ديري هاد الوصفه لحم الراس البنات. ملي تمشي عند الجزار ديالك حاولي انك تطلبي منه لحم الراس غير الهبره، ما تاخديش اللسان والجلاطط، غير الهبيرات. كيكونوا هكاك الهبيرات حمرين هانتوما كتشوفوا، كيكونوا فتيين وكيجيو زوينين وغزالين في هاد الوصفه. العنصر الثاني هو البنات الزبيب. العنصر الثالث كنحتاجو الحمص، يا اما مفزق وعطيبيه في الوصفه اولا كتختاري الحمص اللي يكون طايب ديال القرعه. كنحتاجو البصل اللي كيكون مفروم بهذه الطريقه. غادي ندوزو للتتبيله، كنحتاجو البنات الملح، كنحتاجو شويه ديال الكركم، كنحتاجو ابزار، كنحتاجو زنجبيل او سكنجبير، وكنحتاجو شويه ديال راس الحانوت، وكنحتاجو البنات سكر سنيده، كنحتاجو زيت الزيتون، كنحتاجو القليل من القرفه، وكنحتاجو بعض المنسمات. هنا عندي حبه الهيل، قرنفل، اعواد القرفه، وورق الغار. ملي غنبغي نستعملهم غادي نوريهم لكم البنات قبل ما نستعملهم. هادو هما المقادير ديالنا اللي غادي نحتاجو البنات في الوصفه ديالنا، ما تمشيو بعيد. مهم بنات فواحد الطنجره غادي نطيبو فيها اللحيمات ديالنا. اول حاجه كندير البنات هي كنزل اللحيمات ديالي ديال الراس، كنزلهم هكا في الطنجره. بغيتي تطيبيه في الكوكوط ماشي مشكل، حتى في الكوكوط راه كيجي مزيان هكذا. نحاول باش نقاد لكم البنات شويه ايسي. هكذا صافي. من بعد البنات كنضيفوا البصل، من بعد ملي كنضيفوا البصل البنات كنضيفوا التتبيله ديالنا. كنبداو اولا بالملح، كنديروا القدر الكافي ديال الملح. نتوما كتشوفوا الملح حسب الذوق كل اسره وكيفاش كيبغيو الاكل ديالهم. كنديروا الزنجبيل، جات معلقه صغيره ديال الزنجبيل. كنديروا الابزار، جات معلقه صغيره ديال الابزار. كنديروا الكركم هكذا، معلقه صغيره ديال الكركم، وكنديروا شويه ديال راس الحانوت البنات.
من بعد البنات كنضيفوا الزيت الزيتون. انت ديما كندير هذا الكويس هذا تقريبا في كاس لا روب بالعبار ديال الكاس ديال العنبه، كنضيفوا شويه ديال القرفه تقريبا جهد معلقه صغيره، ولا ديك المعلقه الصغيره كاع ديال القرفه. ومن بعد كنضغمروا هاد اللحيمات بيدينا كيف ديما ايدينا راه موصولين، تنضغمروا اللحيمات بهذه الطريقه هذه. دائما نحاول ندخل اللحيمات ديالي ندخل لهم القوام بهذه الطريقه هذه بهذا الشكل هذا بهذه الطريقه هذه. نغسل يديا وهاني معكم البنات. من بعد البنات كنضيفوا الحمص ديالنا في الطنجره هكا من الفوق، وتنضيفوا عليه الزبيب هكايا، وتنضيفوا هذوك المنسمات اللي قلت لكم البنات، عويدات ديال القرفه، ورقه لوريل، وشويه ديال حبه الهيل مدقوقه، وشويه ديال القرنفل، ثلاثه ولا اربعه الحبيبات ديال القرنفل، ها هما كاع ضفتهم هنايا. ومن بعد كنضيف السكر جهد ثلاثه المعالق كبار ديال السكر البنات، جهد ثلاثه ديال معالق كبار ديال السكر ها هما بحال الطريقه هذه. ومن بعد البنات كنبللوا الطنجره ديالنا القدر الكافي اللي غادي يطيب فيه هاد المريق، كنمرقو بهاد الطريقه هذه، ما كنشحرو ما كنديرو حتى حاجه، كنديرو كلشي في خطره واحده هكذا بهاد الطريقه هذه بحال هكايا. شتو البنات بهاد الطريقه صافي البنات كنسدو عليه، وغادي نديو يطيب ان شاء الله فوق البوطه على نار هاديه مده ساعه ساعه ونص، وكنقصوا عليه العافيه باش ما يتشربش لينا داك الروه اللي درنا فيه، وداك شويه ديال الروه اللي درنا فيه هو اللي غادي يطيب فيه، ما نبقاو لا نزيدو لا نقصوا، المهم كيطيب على نار هاديه جدا. وغادي نتلاقى بكم البنات ملي يطيب ليا ان شاء الله الطويجين ديالي، بقاو معايا ما تمشيو. المهم بنات هذا هو الطبق النهائي ديالي، ها نتوما كتشوفوا كيفاش جا، كيجي صراحه رائع ورائع جدا ومعلك وبنين، واللحيمات هانتوما كتشوفوا كي معلكين يا البنات وطايبين. وغادي نوريكم دابا المريقه كيفاش معلكه، شفتوها البنات وكيفاش خاتره هانتوما كتشوفوا، يعني شي حاجه اللي روعه روعه روعه، كيجي غزال. غير جربوها البنات، وانا اكيده ان الزوج ديالك اولا غادي يشكرك عليها، غادي يشكرك الزوج ديالك على هاد الوصفه هذه، وغتبقاي ديما غتمشي عند الجزار وغتبقاي ديما كدوموندي على اللحم ديال الراس. هذا هو الطبق ديالي البنات، اللي عجبته الوصفه يخلي لي لايك ويخلي لي تعليق محفز للقناه، ويبارطاجي الوصفه مع الاصدقاء ومع الصديقات في الجروبات وفي المواقع التواصل الاجتماعي. والى فيديو اخر ان شاء الله، دمتم في رعايه الله، كنتم مع قناه مدام نور. ووصفه هذا اليوم عبارة عن طبق ديال لحم الراس مخضر بالبصلة والزبيب، هانتوما كتشوفو الزبيبة البنات والبصيلة، وداكشي معلك يا لالا، معلك معلك معلك، وغزال 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 وبنين، ما تسخوش منه وما تشبعوش منه، كونوا أكيدين الغزالات ديالي أن هاد الوصفة ما غاديش تسخاو منه وما غاديش تشبعو منه. كاينين اللي كيديرو هاد الوصفة بطريقة أخرى، كيديروها بالمطيشة والقزبر وداكشي، ولكن لا 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 لا، هذه لا يعلى عليها، وبشهادة جميع الضيوف ديولي اللي ذاقوه عندي. يلا البنات إلى اللقاء، دمتم في رعاية الله، مع السلامة وإلى فيديو آخر إن شاء الله. السلام عليكم غزلاتي، كنتمنى لكم التوفيق، وكنتمنى لكم البنات بداية أسبوع موفقة. انا دابا هاد الفيديو راني درته نهار دابا، انا اليوم الحد، ولكن ما عرفتش امتى غادي نلوحو.
الا لحقتوا ليكم الثلاث، واخا قلت لكم بدايه اسبوع موفقه راه تتبقى بدايه اسبوع موفقه، حيت ان شاء الله راه الثلاث نيت. يلا باي باي البنات، ما سخيتش بكم، فرجه ممتعه والى اللقاء، والسلام عليكم. مدام نور كتهنئكم، كتقول لكم احبكم في الله كاملين البنات بدون استثناء. وتنشكر الاخوات اللي خلاو لي التعاليق في الفيديو الاخر ديالي ديال الاعانه ديال الفاميليا نيميروسا، كنشكركم بزاف بزاف. وتنقول لكم لهلا خطكم عليا متتبعات ديالي ديما داعميني وديما كتطلعوا لي من المعنويات ديالي، تنشكركم بزاف بزاف. يلا بسلام عليكم بنات.